السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لعبة اسمها سيتيز سكاي لاينز، اللعبة دي مسلية جدا، بتخليك ترسم مدن، بتخليك تفهم نظرية المدن وحاجات كتيرة جدا. ده لو صوت مضايقك ممكن تيجي هنا من الأوديو وتقدر توطي الصوت لو حابب. دلوقتي أقول له نيو جيم وأبدأ أختار المنطقة اللي أنا عايز أبدأ أشتغل عليها. دي الموارد الطبيعية. طيب اقول له ستارت، هيبدا يحمل لي اللعبه. اللعبه سهله جدا تلعبها، وسهله جدا ان انت تساهم في تعليم، عرفت نظريات المدن. تبدا كل مره تعمل نظريه من نظريات المدن، وتبدا تشوف المزايا والعيوب، وبيديك موارد معينه. الموارد ديت كل ما تعمل طريق، تعمل كهرباء، الموارد بتبدا تقل. كل ما تعمل خدمات تبدأ الناس تجيلك، فتبدأ تزيد الفلوس، تبدأ حركة بيع وشراء تحصل. طيب أول حاجة احنا بنبدأ نشوفها اللي دخلت على الطريق بتاعتنا اللي هي ديت اهي. احنا بنتحرك من خلال ال W وال S وال D وال F، ال E بيلف معاك. طيب أنا دلوقتي عايز أبدأ بقى الطريق بتاعي. أجي هنا دي علامة الروت، وأقول أنا عايز أبدأ أرسم الطريق. خلي بالك دي اللي مفعلة دلوقتي، الباقي هيفعل مع الوقت لما يبقى معاك فلوس. طيب ممكن مثلا تعمل الطريق مثلا بشكل مربع بيلف معاك بالشكل دوت. طبعا اللي بره ده مش تبعك، ما تقدرش تبني في حاجة. ماشي، ممكن تيجي تقول مثلا عايز أرسم الطريق بتاعي كده. تقفل الطريق بحيث إن الناس تقدر تيجي من هنا لهنا، تمام؟ طيب كده إحنا عملنا الطريق. نبدأ بقى نقول له إحنا عايزين نعمل الزوم بتاعتنا دي مثلا هنا، المناطق بتاعت السكان، وعايزين نحط مثلا مناطق الخدمات، ومثلا يبقى فيه هنا بعض المصانع. وبعد كده هتبدأ تتفتح معاك بقى إن أنت تعمل مستشفيات ومساكن وحاجات زي كده، تمام. طيب أقول مثلا عايز أحط كهرباء مثلا ده عايزين نوصل من هنا للمنطقة ديت، وبرضو من هنا دي المنطقة دي. وعايزين نحط برضو المية، لازم يبقى فيه مية وصرف موجودين. ده مثلا المية بتاعتنا اهي، وقول مثلا نحط برضو مية هنا. وهنحط صرف برضو. ودول عايزين نوصلوا الكهرباء عشان نشتغل. خلينا نوصل لها الكهرباء بتاعتي. أجي هنا أقول له أنا عايز أوصل الكهرباء من هنا لهنا، ومن هنا لهنا. تقدر توصل بقى المية، خليها حط الصرف هنا. خلي بالك الصرف لازم تعمل له معالجة، تمام، عشان ما يبوظ النيل، من هم اي حد يلوث النيل زي ما القرآن كانوا بيقولوا. طيب المحطة دي عشان تشتغل لازم نوصل لها كهرباء.
قضية مفصلة الكهرباء. عشان ناخد درس من هنا يعني. هنا بقى عايزين مية، تمام؟ تقدر بقى توصل لهم المية بتاعتهم. دول لازم نوصل لهم المية من هنا لهنا. طيب الدرينج، الدرينج أهوت. طيب بص، عدد السكان 203، تمام، ومبسوطين. ف 214 عدد السكان هيبدأ يزيد. هنا هتلاقي البالانس بتاعتك، تمام، 219. تبدأ بقى الناس تزيد، ده الحساب بتاعك، تمام. تقدر بعد فترة تفرض ضرايب أو تعمل قروض وهكذا. طيب تبدأ بقى تشوف الناس الاحتياجات بتاعتهم ايه وتعملها لهم، تمام. يعني اللي عايز مية توصل له مية، اللي عايز كهرباء توصل له كهرباء. الناس دول شكلهم ما عندهمش حاجة خالص، نقول لهم تعالوا في مية هنا. في مية هنا. طيب خدوا الباص مية مثلا من هنا لهنا. وخدوا الباص بقى من هنا لهنا. الناس دول عايزين ايه؟ عايزين مية. تبدأ توصل لهم، ما تخليش حد، ما تخليش مدينة ما فيهاش مية، تمام. دي المصانع، فنقدر بقى نوصل لهم. وهكذا تبدأ تعمل تصميمات للمدينة بتاعتك بحيث الناس كلها تيجي ويبقى فيه عمار في البلد.